التنمية في مواجهة الإرهاب على أرض سيناء. مؤتمر عقد بأرض الفيروز بحضور محافظ شمال سيناء اللواء السيد عبد الفتاح حرحور وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة والمفكرين وأعضاء من مجلس النواب. واستعرض المؤتمر الخريطة الاستثمارية الصناعية لمحافظتي شمال وجنوب سيناء، وبحث سبل ضخ المزيد من الاستثمارات لمواجهة الإرهاب في سيناء بما يسهم في إحداث تنمية حقيقية على هذه الأرض المباركة. ويؤكد عدد من رجال الأعمال أن سيناء تتمتع بمزايا تنافسية يمكن أن تستثمر في إنشاء مشروعات اقتصادية ضخمة، مشيرين إلى أن أرض الفيروز مليئة بالكنوز التي لم يكشف عنها حتى الآن. وأشار أهالي وعواقل وكبار مشايخ سيناء إلى أن أبرز الفرص الاستثمارية التي يمكن تنفيذها هي الصناعات الزراعية واستغلال ترعة سيناء في زيادة المساحات المزروعة وإنشاء قرى نموذجية متكاملة. ويؤكد خبراء أن التنمية في سيناء تنتظر استقرار الأوضاع الأمنية لإجراء المزيد من الاستثمارات لتنمية شبه جزيرة سيناء الغالية. وفي الوقت الذي تخوض فيه القوات المسلحة معركة تطهير سيناء من الإرهاب، فإنها في الوقت نفسه تقود معركة لا تقل أهمية عن تحقيق الأمن والاستقرار في هذه البقعة الغالية من أرض الوطن، وهي معركة البناء والتعمير، إيمانا منها بأن التنمية هي السلاح الأهم في القضاء على الإرهاب. مرحب بكم مجددا، وزي ما احنا سمعنا في هذا التقرير هذه الفقرة الحوارية عن التنمية في مواجهة الإرهاب على أرض سيناء. وزي ما احنا كنا بنتكلم في مقدمة هذا البرنامج كنا بنقول أن الأمن والتنمية هما وجهان لعملة واحدة، لا تنمية بدون أمن ولا أمن بدون تنمية. في الحقيقة القيادة السياسية تدرك وتعي هذا الأمر جيدا وتعمل على الصعيدين، على الصعيد الأمني وعلى صعيد التنمية على أرض سيناء، حتى يمكن مواجهة المخاطر التي تحدق بهذه المنطقة الغالية والعزيزة علينا جميعا. هذا المؤتمر بيهدف إلى تسليط الضوء على الخريطة الاستثمارية الموجودة في سيناء وسبل الاستفادة من كافة الثروات الطبيعية الموجودة بداخلها. أهمية هذا الأمر وما هي الجهود المطلوب وما هو كمان المطلوب في هذه المنطقة وفي المرحلة المقبلة من جانب الدولة لتعزيز التنمية في هذه المنطقة في ظل النجاحات الأمنية بالطبع المتحققة على أرض الواقع هناك. هذا ما سنناقشه مع ضيفي الكريم في هذه الفقرة، الدكتور أحمد عيسى، استشاري إدارة الموارد البشرية وخبير التنمية البشرية الإدارية بمركز إعداد القضاء. برحب بحضرتك دكتور أحمد وصباح الخير لحضرتك. اسمحنا في البداية اللي احنا نتكلم عن فكرة الارتباط والعلاقة الطردية بين الأمن والتنمية وأهمية هذا الأمر ومدى الارتباط الوثيق بين هذين الأمرين. أولا خلينا نروح لتقرير كان أصدرته وزارة الأمن الأمريكية بمساعدة جامعة ميريلاند والعديد من الجامعات الأمريكية عن الإرهاب في اخر 3 سنين وسنه 2017 تحديدا، اللي كلف دول العالم حوالي 85 مليار دولار. نصيب مصر الحقيقه مرتفع جدا من الارهاب في اخر 4 سنين من 2013 لحد النهارده. اخر 3 سنين قبل 2017 كان وصل 100 مليار جنيه، والدول العربيه حوالي 800 مليار دولار. ده ادى الى زياده البطاله بنسبه 22 مليون عربي في الوطن العربي. وحوالي لو استمر الوضع على كده لغايه 2025 هيبقوا 80 مليون بطاله. فالارهاب بيضعف فاتوره الاستثمار والتنميه، وهما الاثنين وجهان، يعني مش عاوزين نقول عمله واحده. الارهاب اذا كان بيشتغل على تطفيش الاستثمارات فالدوله يعني بتبذل مجهود كبير عشان تجذب الاستثمارات، فده بيعمل العكس، فهروب الاستثمار بيكون نتيجه مين اللي هيحط فلوسه في اماكن غير امنه واماكن غير مستقره. إذن التنمية مهمة جدا لمواجهة الإرهاب. إزاي بقى نعمل الكلام ده؟ إحنا عندنا مجموعة من المحاور، إحنا عشان نشتغل صح ونشتغل بشكل يعني بروفيشنال ومتخصص عندنا 4 محاور للتنمية البشرية. المحور الأول بيتعلق بالسكان والتركيبة السكانية والقوى العاملة، المحور الثاني بالصحة والعمر المديد زي ما تقرير التنمية الأمم المتحدة بتقول كده. المحور الثالث بيشتغل على التعليم، والمحور الرابع على الاقتصاد. دول 4 محاور الأساسية اللي هنشتغل عليهم في التنمية. لو احنا هنتكلم عنهم باستفاضة ده محتاج ورش طبعا، حلقة خطوة، ولكن خلينا برضو اقول لحضرتك ان اغلب التقارير اللي اتكلمت عن
التنميه البشريه اتكلمت عنها بشكل يعني بشكل عام وليس بشكل تفصيلي، واغفلت جانبين مهمين جدا. الجانب الاول مصادر التنميه او مصادر النمو ازاي نعملها، والجانب الثاني متعلق بالتوزيع، توزيع النمو. احنا عندنا اذا كنا هنتكلم عن سيناء تحديدا، انت بتتكلم عن انقى بيئه، بتتكلم عن تقريبا نسبه تلوث 0%، وفي الاماكن الصناعيه لا تتعدى ابدا 20%، ودي نسب دوليه عاليه النقاء. اذا كنت هتتكلم عن سيناء فانت بتتكلم عن اجود الخامات، اجود الخامات في الرخام، في الاسمنت، في الرمل الزجاجي، عندنا ثروات غير عاديه. فآن الاوان ان فعلا نحقق المعادله الصعبه في ثلاث محاور اساسيه اللي بتراعي الامن القومي بقى، محور الدفاع ومحور الاستثمار ومحور الاستهلاك. ازاي احقق المعادله الصعبه دي؟ ازاي احقق الدفاع والاستثمار والاستهلاك؟ لان انا دوله مستهلكه. خلينا ارجع لحضرتك خطوه الخلف، لما قلنا ان اغلب التقارير ديت اغفلت جانب النمو، مصادر النمو ومصادر التوزيع او طرق التوزيع بتاعته. مصادر النمو لما اتكلمت التقارير اتكلمت عن توجيه يعني المبالغ الموجهه للتنميه الى سلع استهلاكيه وليس استثماريه، فده بيضعف فرص الانتاج. انا النهضه الحقيقيه بتاعتي هتكون في الانتاج، ان انا اتميز بميزه تنافسيه. انا عندي ميزه نسبيه في مصر بصفه عامه وفي سيناء بصفه خاصه، المزايا النسبيه متعلقه بعوامل راس المال بتاع الاقتصاد الثلاثه، سواء العمل او راس المال او الارض. فالثلاث عوامل دول متميزه جدا، انا آن الاوان ان انا استغل الميزه النسبيه للثلاثه دولت عشان احقق محور الانتاج المهم. طيب احنا لو اتكلمنا عن سيناء تحديدا، يعني اهميه تسليط الضوء على المشروعات الموجوده والخريطه الاستثماريه الموجوده، واحنا بمناسبه هذا المؤتمر يعني والفرص الواعده داخل هذا الامر، وازاي احنا نجذب بالفعل هذه الاستثمارات الى هذه الارض والاستفاده من المميزات اللي حضرتك كمان كنت بتتكلم عليها. انا عشان احقق ميزه نسبيه تنافسيه لازم اهتم طبعا الى جانب الثلاثه دول، اهتم بعنصر العمل، واوجه الاستثمارات بتاعتي نحو استثمارات كثيفه العماله، لان انا عندي نسبه بطاله متزايده. يعني صحيح احنا اخر نسبه احنا 10.9% دي اتقلت عن النسب اللي قبل كده، ولكن برضو نسبه عاليه. فالبطاله هي الوجه الاخر للارهاب. ايه اللي بيخلي الناس تتجه للارهاب؟ هو البطاله. هو لو وراه حاجه يشتغل مش هيفكر في يجب ان انا اشتغل على محور استثماري لكثيف العماله، ودي نقطه صعبه بتواجه المستثمرين. المستثمر عاوز يستفيد بالتكنولوجيا والمعرفه، لان الاثنين دول هم محور التنافس. فانت اذا كنت عاوز تبقى دوله تنافسيه في العالم فانت عندك اختيار صعب، انت لازم تشتغل على التكنولوجيا والمعرفه زي ما الدول الثانيه بتعمل، بتشتغل على اقتصاد المعرفه وبتحقق نجاحات ورانك غير عادي في التطور الاقتصادي. انت محتاج تعمل انشطه استثماريه تستقطب العماله، تبقى كثيفه العماله، تاخد عنصر العمل عشان تقلل نسبه البطاله. فالاختيارات صعبه قدام المستثمرين، ازاي يستفيد من التكنولوجيا وازاي يستفيد من احنا كمان كدوله نستفيد في تقليل البطاله. ده محتاج تدخل من الدوله في مجموعه من الاجراءات زي القوانين اللي بتشجع الانتاج الكثيف العماله. لو انت هتشتغل الجانب الفلاني اللي هيجذب لي عدد كبير من العمال ويستقطب ناس يشتغلوا ويقلل نسبه البطاله، يبقى الحوافز الاستثماريه بتاعتك كذا. اذا كنت انت هتشتغل هدي لك اعفاءات ضريبيه لمده كذا، لازم يحصل فيها تشريع. طيب هي الفكره كمان اللي احنا اللي هي العماله، ما في سيناء او على ارض سيناء هناك ربما عماله ممكن يستفيد منها، وتشغيل الاهالي الموجودين داخل سيناء، توفير مشروعات لهم، جذب استثماريه معينه، مشروعات، توفير مشروعات، وده ممكن هتخلي برضو في يعني شكل مختلف لسيناء في المرحله المقبله. وكمان في اتجاه من الدوله والقياده السياسيه في هذا المجال، وتخصيص صندوق للاستثمار في سيناء، وجذب بعض الاستثمارات ايضا بضعف بعض الدول وغير ذلك من الامور. اهميه هذا الامر ايضا حتى يمكن تحقيق الامن والتنميه في ارض سيناء. هو التدخلات اللي حصلت من الدوله تدخلات كبيره وانفاق لا يقل عن 30 مليار جنيه مصري، من 20 ل 30 مليار، مشروعات ضخمه. انت بتشتغل في حاجات لتنقيه المياه، وبتشتغل في مجالات استثماريه واعده استراتيجيه على المستوى الاستراتيجي. طبعا احنا في حاجات تفاصيل مش هينفع نتكلم فيها اعلاميا، ولكن انا عاوز نرجع برضو لطبيعه التركيبه السكانيه. اذا كنت انت بتتكلم عن التنميه البشريه فانت لازم تراعي تركيبه السكان. احنا عندنا الثقافه المصريه بصفه عامه
بتشتغل على التملك وليس حق الانتفاع. يعني هو عاوز يمتلك الأرض، فإيه المانع أن أنا أعمل قوانين تبقى فيها حق انتفاع طويل الأمد، مش لازم يتملك، لأن احنا عندنا مشكلة في تملك الأجانب. فأنت الحتة دي عاملة أزمة شوية في القوانين، فنتخلص منها إزاي؟ عن طريق حق الانتفاع طويل الأجل، وأديله مزايا وتحفيز معين بحيث أنه فعلا يشتغل. يعني احنا عندنا نوعين من العمالة، هو فعلا احنا عندنا حجم عمالة لا بأس به خاصة في مناطق الوسط، ولكن هي طبيعة بدوية شوية. هذه النوعية حاجة من اتنين، يا إما حرفية وبتشتغل على الحرف زي مثلا التطريز والسجاد والأكلمة والحاجات دي والنجارة والحدادة، وفي ناس ما عندهاش حرف خالص. أنا هاجي للي عنده حرف وأديله مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر، ودي مبادرات كتير عاملها البنك المركزي والجهات المالية كلها في الدولة، كلها بتشتغل على المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر. يبقى أنا هديله مشروع وأديله إعفاءات معينة بحيث أنه يشتغل اللي هو عنده حرفة. طب اللي ما عندهش حرفة هنشئ له حاجة معينة أنا اللي بتملكها كدولة، وهو ياخد العائد بتاعها لمدة زمنية معينة حسب طبيعة المكان ده. كده يبدأ يحصل حراك شوية في جذب هذه العمالة، وأن أنا أشتغل على تخفيض البطالة، والناس بقى تبعد عن حدوثة الإرهاب. هو لو اشتغل ولقى عنده حاجة الإحباط بتاعه يقل، وبالتالي مش هينفذ الكلام ده في عنف أو غيره. هو المخطط كبير اصلا في سيناء، يعني هو ليس مرتبط باهالي سيناء بالطبع في ظل وجود مخططات خارجيه ودول اقليميه وخارجيه تريد ان تزعزع استقرار هذه المنطقه تحديدا لتحقيق بعض الاهداف، وهناك ادراك من اهالي سيناء وهناك ادراك من الدوله لهذا المجال، وهناك تعاون وثيق في هذا الامر. طب اهميه المشروعات اللي احنا بنشوفها كمان على ارض الواقع من جانب الدوله، سواء في قناه السويس، سواء في الانفاق التي تعبر قناه السويس حتى تغذي مشروعات التنميه المستقبليه داخل اراضي سيناء وغير ذلك من الأمور، آثارها أيضا واستثمارها حتى يمكن إنشاء مشروعات زي ما احنا بنتكلم برضو، سواء صغيرة متناهية الصغر، بعض الحرف، بعض المشروعات التي يمكن أيضا يعني خلق عمالة جديدة وخلق سوق جديد داخل الأراضي السيناوية تحديدا، والاستفادة من الطاقات البشرية اللي هي موجودة في هذا المجتمع. هي تبقى البنية التحتية أهم القيود على أي اقتصاد. وإذا كان الاقتصاد ده محور مهم جدا بيمثل 25%، أو احنا بالنسبة لنا في مصر نسبة أعلى من 25%، يعني إذا كان في الدول اللي هو ربع المحاور الأربعة اللي احنا بدأنا بيهم، فهو بالنسبة لنا محور أساسي للمحور الاقتصادي. فما فيش اقتصاد بينمو أو بيبقى واعد أو بينطلق أو بينافس أو بيقوم من الكبوة بتاعته أو بينهض إلا عن طريق البنية التحتية. وطبعا ديت بقى بتصطدم مع أفكار الناس. الناس عاوزة الأسعار، الناس عاوزة وظائف، الناس لها منظور سريع، عاوز حاجات أهداف شخصية. إنما الدولة عليها عبء كبير جدا أنها تشتغل على البنية التحتية، شبكة الطرق، شبكة الأنفاق، الاتصالات، المواني، المطارات، المية، الكهرباء، الغاز، الأمور دي كلها حاجات أساسية. من اللي عملها غير الدولة؟ فهي عبء كبير على الدولة. إذا كنا هنتكلم عن الجهود اللي اتعملت، فيها جهود مشكورة، ولكن ما زالت لا تكفي إلى الحد اللي بيقوم عليه جذب استثمارات قوية في هذه المنطقة. وده الدور بتاع المجتمع المدني والجمعيات الخاصة والجمعيات الأهلية. ده آن الأوان أن أصحاب رؤوس الأموال يحطوا كتف بكتف مع الدولة ويشتغلوا على المحاور دي. الحاجات اللي يقدر يتدخل فيها المجتمع المدني يجب أنه يبدأ يستثمر في هذا المجال. مثلا التعليم، لو احنا هنشتغل على محور التعليم، الجامعات الخاصة، وأنا لسه هستنى لما الدولة تنشئ جامعة العريش والكليات بتاعتها تكتمل الى 16 كلية. المخطط ده بقى له اكتر من 7 سنين ولم يكتمل لظروف ارهابية وظروف تمويلية. آن الاوان ان احنا نشتغل على المحاور كلها كتفا بكتف، المجتمع المدني مع الدولة. فده مش هيحصل الا بتوفير حزمة من الاجراءات وحزمة من القوانين المحفزة والجاذبة للاستثمار. فيجب ان الدولة، وده الميزة في المؤتمر الحقيقة، لما يحصل التقاء بين الدولة وبين المستثمرين ومجلس النواب، الناس المعنية بالأمر، بحيث يحطوا التشريع والناس دي تقول طلباتها والدولة تعرف إيه الالتزامات اللي عليها. هو ده الميزة اللي موجودة في المؤتمر. يعني إذا كنا هنقيم الكلام ده فده شيء إيجابي جدا. يجب أن الناس المعنية تقعد مع بعضها وتخطط وتشوف كل واحد يقول طلباته والمجتمع المدني يقول طلباته، وكمان مجلس النواب يعكس احتياجات المنطقة دي، خاصة نواب سيناء، لأنهم أدرى الناس بطبيعة التركيبة السكانية
تركيبة القوى العاملة واحتياجات الناس. ففي مشاكل متعلقة بالمية، في مشاكل متعلقة بالكهرباء، في مشاكل متعلقة يومية بالمواصلات وتأمين الطرق. الأمن محقق نجاحات وبرضه بيحصل انكسارات شوية، ولكن لم تهز الناحية الأمنية بفضل الله سبحانه وتعالى. فيجب أن كل ده يتكاتف بحيث ندي صورة إيجابية وندي صورة ذهنية جيدة عن المنطقة، بحيث تكون من أكبر عوامل الجذب. احنا لو خططنا ان يكون عندنا 3 مليون او 4 مليون مستعمرين، مش مستعمرين بقى، مستقطنين سيناء يعمروها يعني، فالناس ديت هتبقى خائط يعني خط دفاع وحائط صد كبير جدا بالنسبه لنا، ومحور تنميه ومحور يفيد في الاستهلاك. المكان ده رائع، في اماكن سلع تنافسيه زي ما قلنا يجب ان يستغلها المصدرين. انا عندي الخام بتاع الرخام ده من أنقى الأنواع، خام الأسمنت، الرمل الزجاجي اللي بيباع ب3 دولار وبيعملوا له غسيل ب4، أدي 7 بيبيعوا ب77، فتخيل 11 ضعف التكلفة. طب ليه ما نعملش الصناعات ديت ونشتغل عليها؟ هي دي الفكرة كمان دكتور أحمد، يعني في بعض المشروعات بالفعل تمت على أرض سيناء وناجحة، زي ما نكون بعض المشروعات الأسمنت وغير ذلك، ومن بعض المشروعات اللي هي مرتبطة وبالفعل ناجحة، وبعض رجال الأعمال استثمروا في هذه المنطقة بشكل كبير. طب ليه وجهة نظر المستثمرين لا تذهب إلى هذه المنطقة والاستفادة من بعض المواقع اللي هي مشروعات موجودة بالفعل على أرض الواقع وحققت نجاحات؟ ليه هذا التجاهل؟ وفي جهود من الدولة زي ما احنا بنتكلم بوزيلات، وفي مشروع أنفاق وطرق وغير ذلك من الأمور وكهرباء ومياه، وبدأت بالفعل يعني شكل مختلف لأرض سيناء في ظل هذه المشروعات. يعني أيضا ما المطلوب من المستثمرين حتى يتوجهوا؟ هل هي عملية توعية من جانبهم، توفير التشريعات زي ما حضرتك بتقول، ولا إيه النقاط اللي هي محتاجها كمان إلى جانب هذه الأمور، حتى اللي احنا تبقى في شريحة عريضة من المستثمرين بتستثمر في هذه المنطقة؟ وحضرتك قلت الجزء كبير من الحل إلى جانب التوعية وجانب الثقافة. لازم يتغير الثقافة بتاعت المستثمر وثقافة المستهلك. يعني أنا كرجل موظف مثلا، لو أنا رحت المكان بتاع سيناء هاخد نسبة تحفيز قد كده في المرتبات دي، إجراءات وقوانين تشريعية. أنا حفز الناس بدل ما تبقى في الغرب إنها تنتقل إلى الشرق، خاصة محور القناة الاستراتيجي ده. فهو لما يروح هناك في ظل الأسعار المرتفعة دلوقتي، وإن شاء الله تنخفض بعد مرحلة معينة من الإجراءات الاقتصادية، هيبقى بعد شوية الدخل بتاعه عالي. يبقى على مستوى الموظفين انا ممكن اعمل لهم جذب، على مستوى المستثمرين انا محتاج برضو حزمه من الاجراءات واشوف طلباتهم ايه، واعمل توعيه جانب اعلامي في الجانب الثقافي، وده دور الاعلام ودور الافلام التسجيليه والافلام حتى الوثائقيه وغيره. دور الاعلام دور مهم جدا ان هو يعمل توعيه. وكمان النقطه الاساسيه انه يبقى عارف ان العائد، لان راس المال جبان، عارف ان العائد على راس المال والاستثمار في هذه المنطقه عائد مضمون. ولما يشوف الاجراءات الامنيه الصارمه اللي موجوده هيبدا يطمن. فهيوصل له ازاي الكلام ده؟ فلابد شويه من التوعيه زي بنسميها التطمينات، عشان راس المال يقدر يستثمر في الاماكن دي، زائد اعمل عوامل جذب تجذب السكان الى الاماكن دي. في ناس كتير جدا بتحب انها تزود دخلها، ففي فرصه ان انا لو زودت له المرتبات من ضمن حزمه الاجراءات يبقى انا هعمل له جذب. يبقى ده بيستلزم انشاء فروع مثلا للوزارات، للشركات العامه، الهيئات. فالفروع ديت هعمل لها نسبه كبيره في المرتبات، بالتالي الناس هتبدا تنطلق. احنا برضه عندنا مشكله الثقافه اللي هو الاتجاه الى الوظائف العامه وليست الى الوظائف الحكوميه، فده جانب تاني ان انا اشجع التعليم الفني والحرفي والمهني، بحيث ان هو اضمن له الوظيفه بعد ما يخلص التعليم بتاعه. هي بالفعل مشكله الثقافه ديت ممكن منتشره في المجتمع، ليس فقط في منطقه سيناء، لكن احنا بالفعل الى حاجه الى توعيه ورؤيه مختلفه للتعامل مع الوضع والمشاركه بفعاليه بالفعل في عمليات التنميه وتغيير الفكر زي ما انت حضرتك بتقول، اللي هو الاعتماد بقى على الدوله في التعيينات وغير ذلك من الامور، والبحث بدليل ان في بعض الناس ما ليسوا مصريين ونجحوا وحققوا مشروعات كبيره جدا واستفادوا من داخل المجتمع. بالفعل احنا بحاجه الى تغيير هذه النظره. هل هي فكره بقى توعيه ولا فكره ايه بالظبط عشان نغير هذه الثقافه؟ هو التغيير في السلوك بصفه عامه، سواء كان سلوك إرهابي أو سلوك إيجابي إحنا بنطمع فيه، فهو بيعتمد على القناعات، والقناعات لن تتغير إلا بتغيير الصورة الذهنية عن طريق التوعية والثقافة والمناهج التربوية والتعليم. كل ما يخاطب الوعي والوجدان والقناعات يجب أن هو يصب في أهداف الدولة في المرحلة دي، فلا بد من تغيير الثقافة.
انا عاوز اغير قناعه واحد في فكره معينه، لازم اغير الخطاب الديني والخطاب التربوي والمناهج اللي بيتعلمها والحاجات دي كلها، ايه اللي اثر في صورته الذهنيه عشان يطلع سلوك معين؟ نعم. سواء كان ايجابي او سلبي. طيب. ونغير مسمى التعليم الفني، نخليه كليه كذا يعني، بدل ما الناس بتهرب منه فنغير المسمى. طيب. انا بشكرك دكتور احمد عيسى، استشاري اداره الموارد البشريه وخبير التنميه البشريه الاداريه بمركز اعداد القاده. شكرا لحضرتك. اهلا وسهلا. وبكده مشاهدينا الكرام نكون وصلنا معكم لنهايه هذه الفقره، لكن فقرات هذا الصباح مستمره معكم، والان وصلنا الى جولتنا الاقتصاديه والزميله ماجده.